وينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ عارف العكور المتحدث باسم مشايخ سيناء. شيخ عارف، برحب بحضرتك. واليوم تطلق الدولة المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لتطوير وإعمار سيناء، كيف ترى خطى الدولة على هذا الطريق؟ والله أول حاجة برحب بيكم، ولكن ثاني حاجة ان احنا اليوم نعتبر حالنا في عيد، يعني سينا كيف كانت وكيف اصبحت اليوم. سينا كانت بؤره حرب للارهاب وموقع ومسرح عمليات، ولكن الحمد لله النهارده بنشوف تنميه حقيقيه على ارض الواقع وعده رسائل لكل من يطمع في سيناء. يعني من رسائل النهارده رئيس الوزراء، ودي زي ما قال الرئيس ان غير التنميه الحقيقيه ان سيناء ليست بديل لاحد. احنا لسنا ضد اخواننا الفلسطينيين، ولا احنا معاهم دعم مادي، دعم جسدي، دعم معنوي، ولكن معناها لو دخلوا عندنا معناها ينسوا القضيه الفلسطينيه نهائيا، ترحيل سيناء، ترحيلهم على ارض سيناء. نعم، يعني لكم دور كبير كقبائل سيناء ومشايخ سيناء عبر التاريخ في دعم ومساندة الدولة على مختلف الأصعدة، سواء كان في الحروب التي خاضتها الدولة على عبر التاريخ أو في دحر ومحاربة الإرهاب، والآن تساندون الدولة في إعادة وإعمار وتنمية سيناء من جديد. نحن نجني ما في ثمار الماضي، ودور أبناء سيناء ليس كإرهاب بس، دور أبناء سيناء من حرب 67 و73 وكيف كانوا الإدارات البشرية، وده الواجب عليهم. يعني هم ليس لهم منا أو شكر، لأن ده دائما أبناء سيناء في خندق واحد مع قواتهم المسلحة ومع جيشهم وجردتهم ومقاديرهم الحكيمة. وإن شاء الله بطمن الشعب المصري عامة المسلم، هنبقى دايما إن شاء الله مع السيد الرئيس ومع جيشنا وشرطتنا في خندق واحد ليوم الدين، لأن سينا دي غالية على الشعب المصري عامة وغالية على أبناء سينا المصريين قبل كل شيء. لأن سينا دي ذوقت فيها أرواح جيش وشرطة وأبناء سينا الشرفاء المصريين، ونحن اليوم نجني إن شاء الله ثمار السابق. نعم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التنمية الشاملة لسيناء، اليوم تطلق الدولة المرحلة الثانية. ما الذي لمستموه خلال المرحلة الأولى، وما الذي تنتظرونه من المرحلة الثانية؟ والله أقول لك كلمة، احنا لسه هي المرحلة الأولى النهاردة طلقت التنمية من جديد. يعني سيناء كانت مسرح عمليات زي ما قلت لك، ولكن أنا أتمنى إشراك أبناء سيناء في كل حاجة، في السياسة، في الزراعة، في عودتهم الى اراضيهم. يعني ابناء سيناء يكون لهم الدور المحور الرئيسي مع في اي حاجه تحصل في سيناء. نعم، وهو ما صرح به رئيس مجلس الوزراء اليوم، وان الاولويه في التنفيذ لاهالي سيناء. كيف ترون التسهيلات المقدمه من جانب الدوله لاهالي سيناء حتى يقوموا بهذا الدور؟ ان شاء الله تكون تسهيلات حقيقيه على ارض الواقع. احنا عايزين يعني سيناء زي ما هو، حتى هو قال سينا زي كل كان قبل كده في 25/4، او زي ما تقول تغني شادية سينا رجعت كامله لينا وخلاص. احنا عايزين حاجه على ارض الواقع لابناء سيناء المصريين الشرفاء يحسوا حاجه على الطبيعه، او ايه مصالحه عامه مع ابناء سيناء، مصالحه عامه يعني ايه، او دمج ابناء سيناء في المجتمع المصري. لابد المواطن السيناوي المصري، وركز على المصري لان ابناء سيناء لابد له دور كبير، لابد ايه التركيز ودمجه مع الشعب المصري، ويحس قد ايه سينا. يعني في ناس كثيره في مصر ما بتعرفش سينا فين اصلا، في ناس في مصر والله. فاحنا عايزين زيارات مثاليه دائما لسينا. لا ازاي، مصر سينا غاليه على المصريين كلهم وعلى كل اسره مصريه. لا في ناس من الشعب المصري، اتمنى الناس يعني ييجوا على. نعم، وربما يكون ذلك بعد ربط مدن سيناء بالعمق المصري عن طريق الطرق والسكك الحديديه والموانئ، ربما هذا سيسهم كثيرا فيما تصبو اليه. شباب سيناء اللي بسنة 2000 وانت جاي، يعني لابد برضه نفسيهم هم اللي يروحوا مصر ويعملوا زيارات مصر ويعملوا لهم دورات في الجيش وفي الشرطه ويشوفوا على الطبيعه ايه مصر وطنهم، لان مصر ده وطن غالي، يعني وطن غالي علينا، وده ايام حتى رفض جدودنا ومشايخنا في مؤتمر الحسنه. طبعا احنا كلنا مصريين، وارض الفيروز سيناء واهل ارض سيناء غاليين علينا، ويعني كل ذره تراب على هذه الارض لا يقدر بثمن، ونقدم من اجله الارواح. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ عارف العكور المتحدث باسم مشايخ سيناء.